Fromage. جوزة لفلومينا عم بقول لها شرشوره يعني امبوسيبل اون بو بلو بقى حبيبتي ما بقى فينا يا عرزه ما بقى فينا شري هالغلا باللوليبان في كثير غلا تعال اعملي لك بيضتين مقليين هيك شقفه لحمه مشويه ستيك او بوافر شرشوره ما هيك بنشيل الطباخه هاي الطباخه عم تاخذ 500 دولار بار موا ما بقى فينا شرشوره 500 دولار عم تاخذ بالشهر هاي الطباخه تعال اعملي لك بيضتين مقليين شافت ستيك اوب عبر هيك بنشيل الطباخه بنوفر 500 دولار قلت له مظبوط شاري انت يا ريتك تتعلم كيف بيعملوا الامور هيك بنشيل الشفر وحدة ثانية يعني واحدة حرام بتاعتي اوكي رحلي عم بيع الجرايد قالوا بتشغلني عندك بيع الجرايد قالوا شو بك يا ابني قالوا بتشغلني عندك بيع جرايد قالوا يا ابني كيف بدك تبيع جرايد انا كل نهار بلبنان مش عم بيع شريده انت كيف بدك تبيع جرايد قالوا جربني قالوا طيب خذ يا ابني 20 جريده روح بيعهم راح هذا الشاب اللي بتاعتي بيع 20 جريده بخمس دقائق ورجع عم بيع جرايد قالوا تفضل بعت ال 20 جريده عفاك هيدا العشرين جريدة هيدا حقه برافو هيدا حقه قالوا يا ابني ما بدي تعطيني حقه بس خبرني ولا كيف بعت 20 جريدة بخمس دقايق رح تموتني كيف بعت 20 جريدة بخمس دقايق قالوا بدك الواحد يعرف كيف يحكي قالوا يا ابني شو قلت شو حكيت قالوا كنت كل ما اشوف الرجال بالشارع قال له استاذ تشتري جريدة ولا بقرا لك اياها في واحد غبي راح على محل ادوات كهرباء فات قال له لو سمحت قديش هالبراد قال له عيني نحن ما منبيع ناس اغبياء الله معك استغرب هيدا ظهر اجا تاني يوم بس شو غير حاله حط شوارب وشابو بتغير تيابه انه تنكر فات قال له لو سمحت بدي اشتري هيدا البراد قديه حقه قال له يا حبيبي عم نقلك ما منبيع اغبياء الله معك هيدا جن راح رجع زاد دقن وحط عوينات ويعني كتير كتير غير حاله ورجع اجا تالت مرة تالت يوم فات قال له لو سمحت بدي اشتري هالبراد انه عم بيغير يعني عم بيغير لك قديه حقه قال له يا حبيبي صرت جاي ثلاث ايام وقلت لك نحن ما منبيع اغبياء شو بدك؟ قال له طب يا خي فهمنا ما بتبيع اغبياء طب كيف عرفتني؟ قال له لانه هيدا اي سي مش براد بس واحد بس واحد تفضل محشش كثير يا ارزي بدي اقولها خلص مش قادر عم بعمل هيك محشش 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 يا ويلي شو حشيش 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 قرر يتعلم على آلي موسيقيه فات هيك على محل قال له مرحبا ريس اعطيني هيدي ترومبات وهيدا الاكورديون بدي اتعلم موسيقى قال له ليك ريس انه طفيت حريق بعطيك اياها بس شوفاج نو واي ليش جحا بده ينام وتعبان والولاد تحت البيت عم يدزوا ويصرخوا ويعيطوا صار يخرج فتح الشباك هيك بينه اولاد صغار عم يلعبوا قال لهم عرفتوا شو صار بالضيعه؟ شو صار؟ وقع كم يوم بونبون فوق جوا الدنيا بونبون شوكولا طلع الدنيا قبعوا كلهم بالركيب طلع فيهم قال لك كلهم راكدين هيك مضبوطه الخبريه فتح الباب وركض وراهم انا هاي بحبها كثير انك تهيب شوي هيك بسيطه بس بحبها لانه فيها محششين اها طعمتها واحد كثير محشش 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 اوكي
يا ويلي شو حشيش كتير حشيش 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 حشيش. شوي بيجي صاحبه بيقول له وين كاين؟ بيقول له بعدني هلا خالص المسرحية. بيقول له مسرحية؟ شو بتشتغل انت؟ بيقول له انا ممثل. قال له انت ممثل؟ قال له ايه انا ممثل. قال له انت بتمثل تمثيل يعني بحياتي خلق؟ قال له انت ممثل وانا مش عارف انت صاحبي انت بتمثل؟ قال له انا بمثل يا خيي بشغل المسرح. قال له هلا بلا سائلة انت بتمثل؟ قال له انا بمثل يا خيي. قال له طب بشرفك بشرفك غني لنا شغلية. في واحد غبي انقطعت شحاطته بركي بتنفهم شحاط عرفت نقربها اكثر. في واحد غبي انقطعت شحاطته انفقس راح عند الكندرجه راح خيطها. هلا مشي فيها اسبوع طلع هيك شايفها كثير منيحه تمام عم فك القطب. مثل النمر زاخيا عمره 90 سنه اتجوز وحده بس شو مثل النمر. ومثل النمر واحد عمره 90 زاخي عمره 90 سنه اتجوز وحده بنت عمرها 15. العمى شو هاي الدوله؟ ايه راح بده يعملوا اياها شهر العسل. قال لها لايكي قالت له شو؟ قال لها انت بتعرفي الرجال والمراه وقت اللي بيتجوزوا شو بيعملوا؟ قالت له لا انا صغير ما بعرف شيء. قال لها يلعن طرقك وانا نسيت. هاي النكتة بحبها كثير ما بعرف إذا حدا حكيها بس هاي أنا النكتة عاملها. أوكي. أنا عاملها هاي مخترعها أنا هاي النكتة. أيوة. مخترعة مثل النمر. هشام. أوكي خير. إيه بقول لك بونيتا. قال مرة في هول يونايتد نيشنز بجنوب واحد من يونايتد نيشنز شاف وحدة عم تبيع ليمون على ليدي أي ونت 2 كيلوز أوف أورنج مثل هاي. قال نو 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 يو سي ذيز أورنجز أي ونت 2 كيلوز أوف أورنج مثل هاي سكوب. شافوا واحد عم بتشارع راح لعنده عرفوا انه هيك اجنبي قال له وات دو يو وونت؟ قال له اي وونت 2 كيلوز اوف اورنج. قال له لك يا حجي عم بقول لك بده 2 كيلو ليمون. قالت له والله ما اني فهمت بده 2 كيلو ليمون بس ما اني عم بسال له بده اياهم للعصاير ابو صره ولا شموطه. انزي ويني قولي انزي للعصاير ابو صرة للعصاير يا عصاير عبد ابن ابو العبد قدم ابليكيشن ابليكيشن ما اعرف ابليكيشن بس انه عبد قدم ابليكيشن يس سو اوكي كونتينيو بليز ثانك يو بني قدم ابلكيشن بجامعه بامريكا سالوه وين عامل ثانوي وابتدائي وقتلفن لابو العبد قال له بابا ابو العبد وين عامل ثانوي وابتدائي انا قال له حط لهم عم بارجل هيك ابو العبد اي دونت نو اي دونت مين قال له شو يعني اي دونت نو اي دونت مين قال له ابتدائي ما عارف ثانوي ما عاصل اي دونت نو ما عارف اي دونت مين ما عاصل ومثل النمر. وحده لابسه في زور عم تتمشى هي في زور بدك نعيشها بدك تمشى عم تتمشى ماشي انا وياك بنيتها يا شري ترى دف دفيلي ما بكون حدا معكم دفيلي يلا لما بمشي على الرصيف هذا ناس هذا دعيم حاولني كله كله انا كثير مستحي كثير برني جمالك ليه وحده لابسه في زو عم تمشي على الطريق وحده لابسه في زو هيك عم تتمشى هيك على الطريق شايفها ابو العبد هيك علي ابو اجى غير شكل طلع من وراها هيك ابو العبد هيك فاهم هيك من وراها هيك هلا عيوني يا عطل عيوني يا عطل طلعت فيه تتشوف انه عم بيحكي معها طلعت فيه لها حولها الله
العبد اجى على البيت، ابو العبد اجى على البيت، لا عم العبد حبل ربح بنته اللي بصابر لي اشتراكي ببرنامج من سأربح المليون مع جورج رداحة. وصلت للمليون، طلع بدي استعين صدي ساعد بابو ستيف حبلت. قال هي طابرين منيح لما استعنت بالجمهور. مشال انا هيدي منكي جايبها معي لست ارزي. في واحد اخرس وعم يتجوز وحده كانت معه المدرسه كمان خرصه. انا بتعرف اكثر اثنين عازمين من المدرسه معهم كلهم خرص بخرص والعرس ماشي. قامت ام العروس ايها بابا هو شعر حلو ايها بابا هو شكل حلو ايها بعد بابا هو ايها بابا بابا ايها هلا قاعد العريس بعد امه حده ومنا دي هومي بتفشلت ام قامت ايها بابا هو يا بابا بابو يا بابا جوج اثنين خلسان بس انا ما بعرف اذا رح تمروا. اثنين خلسان واحد حامل هيك عرفت كيف وماشي هيك شافه صاحبه قال له هات قال له حلو يعني صنيط حلو قال له من عند العرجه عند العرجه قال له لا عند الحباب كان ابو العبد بالباص شاف بنت كتير حلوه صبيه هيك حلوه كتير حط ايده على شعرها قالت له كون مهذب ام حط ايده على ايدها قالت له كون لطيف حط ايده على فخذها قالت له كون تينيو هشام في واحد اخلص فات على السوبر ماركت اهلا بظلم اهلا مرحبا لو باو شو هي باو جبنه باو شو بدك قل لي طون شو بدك باو بدي باو بقشي ساعه وياه كل ما يقول شيء باو هذاك فقد اعصابه صاحب السوبر ماركت انه شو بدك شو بدك مدلني باصبع باو ذكر بعدين بعد ساعتين انه عنده واحد بالديبو بيشغل كمان اخرس نزل عنده قال له اطلع هيدا هلكني صار لي ساعتين انا وياه مش عم تزبط خبري عم فهم شو بده ايه بقى هتعلم عليه تبعت قال له تعا راح وياه ورا البراد شال شيء حطه بكيس براد هنهنه طفى افهمه طلفله قال له شو هذا لك ما فقت عليك من الاول شو هذا هلكني كل النهار شو طلع بده بالاخر قال له ميه بلو اباو ماشي مهم يعني ليك شو عكس تلميذات مين قال انت عكس تلميذات don't tell me that don't هشام شو هايني في واحد هلا عم نمرق هيك وهيك مش هيك يعني في المشاهدين اللي بالبيوتون عم نمرق لهم يعني بيكون مثلا بيكون الاهل حاضرين فجاه بتيجي دورك بيجيبوا الولد بحطوه قدام الكبير خلص الدور انت شيل الولد حطه رجعه الكبير حطه الكبير خبرتك هيدي تبع الكبير هذا السكران شايف وحده بشعه كثير خبرتك اياها شايف وحده بشعه كثير صلحها يلا انت يا بشعه انت يا بشعه لحقها انت يا بشعة دي عرضك مريم مدين عامة بقلبك عامة ملا مصر انت يا بشعة هتروح البلد السك واحد سكران مطفى يا ولية
قال لي انا في سكران الليل بنام بقوم بكره بصحى من ببابكو السكران بس انت شو بدك تعملي؟ بنت سالت فيا قالت له بابي كفي قول قالت له بابي شو قتل البشريه؟ قال لها قتل البشريه ادم وحواء بابي جوزوا جابوا اولاد وتطورت الدنيا وهي قتل البشريه. راحت عند امها قالت لها مامي شو قتل البشريه؟ قالت لها قتل البشريه مامي قتل الانسان قرد وتطور القرد وصار انسان. رجعت عند بيي قالت له عم تكذب علي بابي. ليش عم طلعتي شو بيشبهها؟ شو ادم شو ادم وحواء؟ خبرتني قصة ادم وحواء. قال لها بابي انا كنت عم بحكي عن اصل عائلتي انا. في واحد محسس 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 اول هني ايوه هشام جميل واحد محسس محسس هيك راح وصل عمود الكهرباء صار يدق توك 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 عم بيفتحوا توك 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 يا اول دقه قال له صاحبي شو صار ثاني؟ هي ملاك حاطين هون شق على الاجار وهلا عم دق عليهم بالليل بركي نايمين جماعه قال له لا لا مضويين ضو خلص انت اوكي لمسي هيك ما بعرف دورة اوكي في واحد غبي دورة بوش حمون في واحد غبي ما كان يجي نوم قال لك بقوم بولع سيجارة طلع هيك ما لقى قديحة ما لقى كبريت طفى الشمعة ونام هاي للولاد هاي للولاد قوم طفوا الشمعة وناموا يلا شري يلا بكرة عيد يدو ليكول يلا ايه قال في واحد غبي قال له لصاحبه قال له زبطت معي 50% بدي اتجوز هيفا وهبي 50% زبطت معي بدي اتجوز هيفا وهبي قال له شلون زبطت معك 50% ولا بدك تتجوز هيفا وهبي قال له انا واهلي قبلنا بعد فيه هي لا دوري لكن أرزي أنت شو أرزي أنا؟ حشش محشش 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 قد التيشيرت تبع مشان كثير منيح مرة عنده فحص بالرسم صفيناها مقدم عنده فحص رسم قدم له ورقة بيضة للأستاذ قال له أستاذ ولا شو هاي الورقة؟ كيف قدم لي إياها بيضة؟ قال له أستاذ شو رسم عليها؟ قال له رسم قال له شو رسم؟ قال له بقرة عم تاكل حشيش قال له وين الحشيش؟ قال له أكلته البقرة قال له وين البقرة؟ قال له مشيت راحت أنا منعوني أقول لك خلص في تاني هدينا عم يحششوا سهرين مفشي مقفلين الباب وتحشيش تحشيش حشيش 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 هلا خلصت الشقفة اللي معهم قال له قوم مد هي 50,000 بحشيش لك هنكمل سهرتنا الليلة راح هداك اشترى شقفه ولا جاي حاجز دركه مشو كلبجو اخذوه قعد 3 أشهر تعاطي بعد 3 أشهر ظهر من الحبس ومتضايق انه والله رح اجيب لي ولك انا انه ما بيجي بشق علي ما بيقول لي شو بدك شو عايز بحط لك محامي شيء نازل ومأجرم عليه بده وصل طلع بنايه دق على الباب فتح له هداك قال له انا بقلبك ساعه اللي بدك قال له شو محسس قال له لأنك دعست على الزايح قال له شو قتلته للزايح هذا الواحد واحد شو بسموه انت شو بتقولوا له حشاش لا مش المحشش غبي حد فكرت بهذيك القصة شاش ما جابوني عملت عملية معلمة خبر الأولى خبر الأولى كيف واحد غبي شاف وحدة بنت حلوة كثير
قال شو اسمك يا حلوه؟ قلت له بدي حذرك حسون. قال له هاتي لاشوف. قلت له انا اسمي هين كثير، بيطلع بالليل ببلش بحرف القاف. الله بيطلع بالليل ببلش بحرف القاف. حزنت بيموت. طيب قبل ما ننتقل للبريك لتاني بريك بحلقتنا لليلة، خليني حذر حذورة حلقة الليلة بونيتا. شو مؤنث زوبابا؟ اتصلوا على 1369 1369. شو حلو هالرقم. بونيتا بونيتا حبت السورتين. في مجال نعمل بونيتا ضيف دايم ولا ما بتزبط؟ هشام في حزوره ما رأيت معنا في رول ابدا. في يكون عن بونيتا؟ زار ليك أوي. كيف الهندي ما بتذكر مين خبرها، كيف الهندي بيفجر مرته؟ اوف ما بعرف. ما رأيت قطعت. كيف الصيني بيفجر مرته؟ كيف؟ بجيب واحده هنديه بحطها حدا بيقصها. بريك ومنرجع 1369. لول برعاية مجوهرات الكرزل يونيون بلبنان. ومجوهرات الكرزل لو بيجو إت أوسي أن دوا ريكلام لو جويري موكارزل. عودة لآخر فقرة من حلقة لول الليلة، كمان كفي بنكت فري ستايل. بنرجع بنرحب كمان بضيوفنا مع حفظ القلب إيليا أيوب. ستاند باي ستاند باي. بونيتا سعادة. تشيك تشيك نيالك يا عم عم تشتشي. والصديق المهضوم ميشيل سعد. يلا خلينا اول شيء خليني بس اقول مين ربح معي هالجمعه. اللي ربحت معنا بحزوره الاسبوع الماضي شيرين حرب، بس رح يستلم عنا الكادو جو عبيد هديه قيمه من جواريم كرزل. جو وين انت؟ ما بيعرف كثير. جو مش محضر نكات، قال نحن مكفيين وموفيين. بدنا نقول لك مبروك، قول مبروك لشيرين. ميرسي ومن الله مبروك. جيت تستلم الكادو عنا. اول شيء بحب احيي الكل باداره الاو تي في، عن جد حبايب قلبنا انتم، كل ليله تحت بتسلونا، حبينا نشارك بالحزوره وربحنا يعني. ميرسي. خلي لنا اياكم والله يسلمك. ثانك يو ثانك يو. حزورة حلقة الليلة هو شو مؤنث ذبابة؟ بتتصلوا على 1369 1369 1369 وبتربحوا مثل شيرين وجو، بتاخذوا هدية قيمة من جواريم كذا. مين بده يبلش بآخر فقرة بأول نكتة بآخر فقرة؟ مين؟ مشعل؟ قول مشعل. حقيقتك بسرعة. محشش محشش مش شايف شيء. فتح الباب فتح الباب فات قال له دخيلك يا حكيم. شوف ما عم شوف. خيالات بس هيك الوان مش عم بيجي مضبوط. طب مش عارف شو عم بيصير معي. قال له الحكيم خيي طيب انا حاسس. قال له هذاك انا حاسس معك حبيبي بس هون ملحن يا حبيبي. اثنين عم بيحضروا رقص بالكباريه، عم بيحضروا رقص شرقي. حشيش حشيش كثير طايرين على الاخر مش شايفين شيء. عم بيحضر رقص شرقي صار لهم ساعتين شوي. بيطلع باللي حده بيقول له دغلك سؤال صغير، شو اسمها الرقاصه؟ طلع فيه هيك قال له ابصر. قال له ايوه يا ابصر. ايوه ايوه يا ابصر. واحد غبي. ايوه يا ابصر. واحد غبي
واحد غبي ويمكن لفتني واحد غبي عصيرة القبط شاف وحدة قال شو اسمك يا حلوة؟ قالت له بدور. قال له ما بدوخي. بدور. سعيد عقل شو بيه؟ عم يعمل قصيدة عن حبيبة قلبه اسمها زيزا. زيزا تغنيش لأرض. ايه لأرض زيزا. شو بدك بالشغلة؟ ايه صحيح زيزا مش شو حشرك بالنكتة كلها زعرانة. قال لي يا مسكيني يا زيزا. يا مسكيني يا زيزا. من جمعة هرق زيزا. صارت يومي بكير توقف تعرض لي تيابها. يا زيزا انا عكازك انا بنزينك وكازك خد مني شو ما بدك بس فرجيني حل بدي نايك. يا زيزا هشك بشك. عم تضحكي يا زيزا هشك بشك خلي البسمة عوشك وعصفور اللي ما عنده بايت خلي يسكن بجنايك. وتاني قصيدة عملتها عن حبيبة قلبي اسمها فلومينا بقول فيها فلومينا حدك حطة وكزرها بالتويوتا واللي عملتلك بالفيتاس انت العبلة بشعراتا. قالت لي ديوان هذا ديوان هذه مدحمة شعرية. قالت لي عربش لك شي عربوشة ومشي الدم المشروشة وتحرك مشتاقة لايك عم بيرعاني من خارج. بالعالم ايه قلت له صبري شو تحمل صبري صبري شو تحمل صبري حبك شو قاسي وجبري حبيتيني رح حبك وان ما حبيتيني بكون ما في نصايح. شو مكان الوش احسن من مرتك ما فيش. ما سمعت المثل شو قال؟ غط الوش وبوس التم. قلت له بريكة يا مطلاطة من حبك ريحت فراطة خلصنا من وقت التبويش وهلا صار وقت نرجع على البال. قلت له يا قلت له
كبرت وغدرتني الايام وصرت من اللج محروم كان يعذبني تينام صار يفقعني تيقوم انا بدي اقول لك استروا ما شفتوا منا يا جماعه يلا باي ما بقى لنا عدت لي يلا يلا حدا يموت ميشيل يلا قول اللي ثانكس جنن انا ادخل الدور انه ماشي يلا في متر نجور بتعرف صيفيه وبونزاج قاعد على التور تبعه فوق عم يلاقي مع العالم فوت شبك معه طموزال حلوه كثير وسكسي ومن فوق مبينه بتعرف يقضوا حده هيك تحت بيضرب عينه عليها دغري وعلى الفوطه حطوا غراضه عم يقضوا بيقول له هو قال له شو جايين تعملوا هون؟ جايين نقعد على البحر مش ممنوع؟ قال له لا بس ما يكون ساكس ما ساكس قال له هي خيي جايين نقعد نقضي نهار على البحر قال له طيب شي 10 دقائق ثانيين فلش الشرشف هذاك تبعه وحط غراضه والاكلات والشربات هو شو خيي شو عم تعملوا؟ خيا جايين نشرب قنين كبير قنين كبيرة على البحر شو المشكلة؟ اوعى يكون ساكس ما ساكس ما مبين من هون هيك لا يا خيي شو؟ مثل كل العالم هذاك فلش الخيمة فتحها وبده يقعد تعال هاو قال له شو بك يا خيي؟ قال له طلع قال له طالع طلع نزل هيداك طلع هذا الثاني بوقف فوق نزل مات النجار حكي على كلمتين طبقها فات وياه على الخيمة طلع هيداك من فوق هيك قال له معه حق ترى من هون مبين عم يعملوا ساكس بوليتا هيك يا عصام سوري في واحد مثلي ومثلك من الدايره من فوق ايه؟ زرع شعر ايه؟ دغري ثاني يوم طلع الجيش تلف له اياهم حسس محسس بونيتا عدد حلو في اثنين مصوفرين واحد قال له للثاني قال له تفتكر لو قلبت من على برج القاهره الطويل ده اصل بعد قد ايه الارض قال له توصل بعد 3 أيام كده يعني قال له تفتكر أموت قال له آه وبتسأل 3 أيام يا شيخ لا أكل ولا شرب حبيتيني رح حب بكون ما حبيتيني بكون ما في نصايح خلص اللي بدك تقوله خلصون قلت لي يلا هلا دوري يلا قلت مثل النمر عجد نمر بونيتا انا ما راح اقول تارك لكم اليوم خلص جود هيك مبين انه نحن يلا ايه اوكي في 3 محششين يا واتس هابينج واي وي ار سبيكينج انجلش يا واي ار وي سبيكينج انجلش ها سوري هاي الحلقه رح تطلع الشو تايم وانا مش عارف انتوا تقطعوا نفس بس بونيتا ما تخبرني تفضلي بونيتا ما بقاش فيني اتحمل عم بتقطشوها كثير لا ما تعتلي هم عاد حياتي انا جبل ما يهزك ريح في مسافرين في مسافرين وقفوا تاكسي طلع هيدا فيهم هيك شايفهم مطفيين قال لك احلى شيء يا ريت كل هيك الزباين يعني دور السياره طفيها قال لهم شباب وصلتوا نزل اول واحد قال له ميرسي يعطيك العافيه قام الثاني مسك مصاري قال له متشكرك هلا قام الثالث ولف وضربه كف ايه شفر التاكسي قال لك لا كمشنا يه قال له مره ثانيه ما تبقى بتسرع واحد راح على الصين واحد مجوز راح على الصين راح هو رجع من الصين شوي طلع لقى صار اخضر راح عند الحكيم هون وصل على لبنان راح عند الحكيم اول حكيم قال له شو هيدا قال له ايه صار اخضر قال له ما تكون زعبرت بالصين قال له للصراحه زعبرت قال له لا لازم نقصه هيدا قال له تقصه قال له ايه لازم نقصه قال له لا حكيم ما بدي شيء بشوف حكيم تاني انا بشوف شو الوضع راح عند حكيم تاني طلع في الحكيم
قال له شو هيدا؟ قال له ايه حكيم صار اخطر. قال له لك صار اخطر؟ قال له ايه؟ قال له زعبرت بالصين؟ قال له ايه زعبرت. قال له هيدا لازم نقصه. قال له شو بدنا نقصه؟ ما فينا نقصه، ما فينا نعمل شيء، ما فينا نعمل شيء. بتشوف حكيم ثالث. ثالث شو هيدا؟ لك اخضر. قال له ايه اخضر؟ قال له بكون زعبرت بالصين. قال له ايه زعبرت بالصين؟ قال له هيدا لازم نقصه. قال له يا اخي لا ما تقصه ولا شيء، خلينا نشوف حكيم رابع. رابع خامس سادس سابع ثامن. شو في بعد الثامن؟ تاسع. فظيعه. تاسع عاشر كله انه بده يقصه. قال لك لا برجع على الصين. هونيك الحكم ما بجننه. وصل هيك رجع على الصين، رجع فاتك على الصين، فات عند حكيم صيني. قال له مرحبا. قال له اهلا. قال له تفضل. قال له ييه لك اخضر. قال له ايه اخضر؟ قال له شلك انت هون من شهر؟ قال له ايه. قال له زعبرت مع الصينيين؟ قال له ايه زعبرت. قال له هيدا وشو قالوا لك بلبنان؟ قال له قالوا لي بده قص. قال له لا شو بدك فيهم؟ ما بده قص هيدا. قال له عن جد حكيم؟ قال له لا لا يا اخي ما بده قص، بهر لوحده. قالت لي قلت له دبول فريكا يا فريكا دبول يا حلمي يا انتيكا دبول دبول فات تحت تنورة سكرتير وانا عقصها خليت المدير حلوة بيت المدير عاصفة ايضا للمدير مش هلا فهمتها هلا سمعت ايه مش هيك ابو عبد اشتاق لابو الصيف، ابو الصيف صار له فتره باليونان بده يطلع يزوره، هلا بخاف يطلع بالطياره، قال روح بالبحر هيك بنقزر يعني قزوره. هلا اول ما نشت هالباخره ما في 10 دقائق 10 ربع ساعه صارت تموج شمال يمين. اجى الكابتن قال لهم يا خيي عندنا مشكله وما فينا نرجع بقى، مضطرين نكمل على اليونان، والحل الوحيد انه بس تموج على الشمال تركضوا كلكم بتقلوا على اليمين، وبس تموج على اليمين نركض كلنا بنتقل على الشمال، ما في غير حل. قالوا طيب ما جيت الباخره على الشمال، ركضوا كلهم على الشمال. يمين ركضوا كلهم على اليمين، شمال كله على الشمال، يمين كله على اليمين. قضوا الطريق كله سوا هيك، وصلوا على اليونان خالصين مستويين على الاخر. تغري على الفور ابو سطيف ابو عبد حبيب قال لي خيي شو خبرني كيف كانت الرحله؟ قال له والله وحياتك لو اجي مشي كان اقرب لي. بوليسا خليجي 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 اي خليجي بقى هو ظاهر من لبنان تلقطوا فيه اللبنانيه. طال عمرك حياك الله، شو رايك بالحال بلبنان؟ قالوا نوال الغلا ما عاد نحمل في بلادكم. قالوا طال عمرك غلا شو؟ قالوا نوال كل حاجه. تصور اريد اجيب مرضعه لبني، مرضعه لبني قال تبغي 2000 دولار. قالوا طال عمرك وعطيتها 2000 دولار؟ قالوا لي أمتيتها 4000 دولار وقلت لها تردعنا كل. في مسوفر ببناية بالطابق ال 12 بسوفر. شو قلت أنا؟ بسوفر فوق بسوفر مسوفر اللي هو اوكي بالبنايه طابق 12 انرجي ما تنظر من دخيلك بالطابق 12 طال هيك بلاقي رجال كثير صغير بينزل على الطابق العاشر كبر شوي الرجال رجع نزل على الطابق الثامن كبر اكثر حب الفكره نزل على الطابق الخامس اكبر الرابع الثالث وصل على الارض بس شافه ايه حبيبي اشتقت لك حبيبي مو الو شو يا اخي شو بك بعرفك شيء قال له لا انت ما بتعرفني بس انا اللي بعرفك من وقتك انت هلق هشام حدا عيط لي؟ ايه حدا عيط لي يلا هشام وحدة عن هون ايه دخيلك ايه ما تفيقوا ايه هشام ما عندي شيء عندي شيء هيك بقى هشام في بابي هدي بنته فنجين قهوة بلاستيك بنته صغيرة عمرها 2 3 سنين وصينية عنوال راحت امها مشوار تعمل شوبينج قالت له بليز بابي بتنطر البنت الصغيره ناطرها للبابي للبنت الصغيره قعد حتى بقضتها مع الالعاب وقعد عم بيحضر التلي بعد شوي بلاقي بنت صغيره جايبه الصينيه هيك مع الفنجين بابي بابي عم ضيفه قهوه طلع هيك فيه مي شريب انبسط فيها انه اول مره بتعمل قهوه بتجيب ضيفه شوي اجت الام قالها تعي تعي تخبرك
شو صارت تعمل بنتنا صغيرة قاعدة على التلفزيون بتحكي شيء. بابي بدنا قهوة شوي. اجت هيك ضيفت بابي شرب على شرب. قالت له ما اجى ببالك انه البنت ما فيها تطل مي الا من مية السيفون. ابو العبد واصل على ضيعة جديدة ما بيعرف حدا فيها. واصل اول محل بيلاقي محل عنده حصان وحاطط ارمى انه اللي بيضحك الحصان بياخد $1,000. فهد ابو العبد ايه اللي بيضحك الحصان بياخد $1,000. شو هذا كثير هيني. فهد قال له مرحبا رئيس. قال له اهلا ابو العبد كيفك. قال له ما معروف انا بدي ضحك الحصان. قال له فوت ما حدا عم بيقدر يضحكوا. انا بضحكوا. فهد ابو العبد هيك الحصان على ظهره ضحك. قال له هاي $1,000 بس ابو العبد. شو قلت له؟ قال له قلت له الحصان انه اكبر من صار يضحك كثير. قال له ابو العبد انت كثير قوي. هلا بعطيك $1,000 اذا بتبكي الحصان. راح هيك فاتوا الحصان. قال له $1,000 اذا بكي الحصان. قال له ايه. قال له كثير هيني انا لبكي لك ايه. فات هيك ايه اخذ الحصان وراه شوي رجع للحصان. قال له هاي $1,000 شو عملت؟ قال له فرجيته. ابو العبد معروف عنه ما بيكذب. لما قال له هيك يعني هيك 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 لكن فيك تبكيني قصدي اقول نكته. في مجنون رجع. في مجنون مش انا ليلى. ايه حم يا مجنون مش انا ليلى ولا بحسك ليلى. بتعرفي تقلدي الفنانه اصاله؟ اه لحظه ليك بدك تقلد لنا الفنانه اصاله. ايه يلا. يعني انا الليله كثير سعيده ومو سعيده كثير لانه في كثير نكت يعني حنكتوها علينا بالحقيقه. يعني مو كثير حبيت لغمتوها بس مو بتمرق علينا ما. حياه سلطان طرح. سلطان طرح حبيبتي اهلا. حد قلبي ابي انا بحبك كثير. لا يقدم ولا ياخر وينك هالايام؟ شو اعمالك؟ شو اخبارك؟ قل لي. بدي خبرك اذا الله راد نحن جمعه جاي نهار السبت بالاطلال بلازا انا والموسيقار استاذ ملحم زعفي للموسيقار. زعفي للموسيقار.